فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه ويكره غير ذلك. وقال: العرب عمائمها تحت أذقانها. وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد: يكره ألا تكون العمامة تحت الحنك كراهية شديدة. وقال: إنما يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس. نعم، الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل كان يلبس العمامة، ولبس العمامة من الأمور المباحة، ليست سنة كما يقول بعض المتشددين، وإنما هي من الأمور المباحة. الملابس الأصل فيها الإباحة وليست هي سنة، وإنما هي من المباحات. ولكن السنة في الصفة، السنة في صفة لبس العمامة. فإذا لبس العمامة أبيح له ذلك، ولكن يلبسها على الصفة الشرعية، يعني يجعل لها تحنيكا، وهو أن يجعل لها دورا تحت حنكه يثبتها على رأسه. كان الإمام أحمد يصنع ذلك، يلبس عمامة محنكة بأن يدير منها تحت حنكه دورا يثبتها، أو تكون ذات ذؤابة من القفا، ذات ذؤابة من القفا. أما العمامة الصماء وهي التي ليس لها تحنيك ولا ذؤابة، فهذه من صفات عمائم غير المسلمين، فيتجنبها المسلم.